افريقيا مختلفة، ولقاءات السودان على مستوى الأندية على مستوى المنتخبات بتكون مختلفة شوية. بص هاني، اللقاءات طبعا كانت بين الأهلي وأندية المريخ، قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ، كانت برضك بتاخد ندية تحدي. هم برضك بالنسبة لهم النادي الأهلي ده قيمة وقامة ونادي القرن والنادي المميز في أفريقيا، فتملي تبقى اللقاءات دي. أولا كانت بنقابل مشاكل صعبة جدا من ناحية الجماهير، جماهير بتحضر التدريب وبتشجع الهلال أو المريخ ضدك بشكل كبير يعني. صحيح. النقطة الثانية كانت أرضية الملاعب بتبقى صعبة علينا يعني مختلفة دلوقتي عن يعني استاد الخرطوم ده أو الهلال والمريخ كانت الأرضية بتبقى في منتهى الصعوبة إنك أنت تشتغل عليها بشكل كبير. الإضاءة كمان يا هاني يعني الإضاءة ضعيفة جدا لدرجة إنك أنت يعني في أوقات مش عارف الكرة فين، تلاقي عفار كده ناس واقعة حقيقي والله. كانت الأمور يعني صعبة جدا مش زي دلوقتي، فكنا بنقابل مشاكل كبيرة جدا في اللقاءات الهلال أو المريخ، لكن قيمة بقى النجوم اللي موجودة هي اللي كانت بتبقى يعني حاطة أيديها بشكل كبير. يعني احنا عمرنا هناك الحمد لله رب العالمين ما تعادلنا مع المريخ أو مع الهلال، كانت كلها معظمها مكاسب بالنسبة لنا، حتى مع المنتخب السوداني يعني كنا برضه بنقدر نتفوق على المنتخب السوداني في عقر داره. فعايز اقول لك بتبقى اللقاءات ديت لقاءات مصيريه، الجماهير هناك بتبقى من قبل المباراه بثلاث اربع ايام، يعني عايز اقول لك التدريبات كلها فول، الملعب كله فيه 50-60 ألف الجماهير السودانيه. وبعدين هم كمان ذواقين وعاشقين للكوره بشكل كبير يعني. ترقيصه واحده بس يعني كده تلاقي 50-60 ألف بيصوتوا. ترقيصه بس او باصه مثلا اتعملت او كوره مثلا فيها هجمه او كوره ضربت في العارضه تلاقي الاستاد ده مولع يعني. عشان كده دايما نقول الكرة السودانية من أعرق الكرات في أفريقيا تحديدا. كابتن عادل عايز